داخل دير البراموس العامر وامام منارات الشهيره ومع اسبونا مقر البراموسي اللي بيشرفنا، اكتشفنا دير القديس العظيم الانبا موسى الاسود اللي بيرجع للقرن السابع الميلادي. اسبونا كنا عايزين نعرف اكثر عن دير القديس العظيم الانبا موسى الاسود وازاي تم اكتشافه وازاي ان هو في المرحله الحاليه بيتم التنقيب عشان اظهار اكثر ملامح عن هذا الدير. برضو اقول نقطه مهمه قوي، ان قبل القرن الرابع او ايام القرن الرابع لما كانت لسه الرهبنه بتبتدي ما كانش في اسوار للدير، فبالتالي كان في كنيسه وكان في الالالي حواليها، وكانت المنطقه دي تجمع رهباني واحد، كل الالالي وكل المغاير البعيده كلهم يتبعوا مقر واحد او كنيسه واحده او دير واحد. لما جه بقى بعد كده غلط البربر، ولما جت بعد كده الهجوم اللي احنا عارفينه، ابتدت الديره تعمل حصون وابتدت تبني اسوار، فابتدى المنطقه هنا تتقسم لديرين، دير السيده العذراء براموس ودير براموس اللي هم بيدوروا وينقبوا عنه دلوقتي. طبعا البعثه الهولنديه بتيجي كل سنه علشان تنقب على مكان معين او مربع معين او منطقه صغيره معينه، وكل سنه بيطلعوا يكتشفوا حاجات جديده. انا يهمنا قوي انكم تعرفوا نقطه، ان الحياه الرهبانيه هي حياه رهبانيه واحده حتى لو كانت في ديرين قدام بعض. نحب برضو ان احنا نشوف باب الدير الاثري. نبدا من اول باب الدير. باب الدير اتفضل. بس هو دير البراموس ده دير عذراء براموس وده دير براموس، هو معروف اكتر بدير الانبا موسى الاسود لانه عاش فيه. لا هو ما نقدرش نقول ان هو عاش فيه، لكن نقول ان جسده كان موجود. جسد الانبا موسى الاسود كان موجود في الدير ده. هنا طبعا باب الدير الاثري واضح ان هو الباب هنا الباب موجود قبلي عشان يبقى قدام الباب البحري بتاع الدير بتاعنا اللي هو الدير الحالي بتاع البراموس، يبقوا البابين قدام بعض زي ما احنا شايفين. الباب هنا متجه ناحيه قبلي عشان يبقى في مواجهه باب الدير بتاعنا اللي مواجه بحري، وبالتالي برضو حتى لما اتفصلوا كتجمعين رهبانيين كان في العلاقه الباب قدام الباب عشان تتنى العلاقه بين الرهبان هنا والرهبان في الدير الثاني. برضو احنا بنشوف الدير هنا بنلاقيه برضو الى حد ما متقسم نفس التقسيمه بتاعه الدير بتاعنا. ورا هنا هنلاقي منطقتين الالي. طب الجزء ده يا ابونا واضح ان هنا كان في ارضيه على ارتفاعات مختلفه، واضح ان الارضيات اللي هي منخفضه دي بتاعت قرن مثلا الرابع والخامس والسادس، بتلاقي الارضيه اللي مرتفعه جنبيها دي قرن عاشر وقرن 11. اتفضل. هنا كان في فرن واضح ان الطوب بتاعه الهباب بتاع الفرن باين عليه عشان كانوا بيحرقوا فيه، ممكن يبقى فرن العيش او فرن القربان لان الكنيسه هنا في ظهر هذا الفرن من الناحيه الثانيه. هو اتسابونا مقر متحفظ على النزول عشان المنطقه لسه في مرحله التنقيب وكده، فمش عايزين بدون قصد نبوظ اي شيء هما بيحسوا فيه ولسه بينقبوا فيه. روحنا اكتر يا ابونا للدير. هنا طبعا واضح ملامح الكنيسه باينه قوي، المسبح في النص اهو وقدامه شرقيه الهيكل اللي هو طوبه احمر ده اللي هو طوبه احمر، هتلاقي فيه زي ايه تقسيمه ايه الخوارس اللي موجوده في الكنيسه الاثريه الثانيه بتاعتنا، هتلاقي وراهم هتلاقي فيه الخرس الثاني وهتلاقي فيه الخرس الثالث بتاع الشعب، هتلاقي هنا فيه صحفين عمدان واضحين جدا هم دول اللي كانوا ايه الكنيسه قايمه عليهم، نفس تقسيمه الكنيسه الاثريه بتاعتنا في دير البراموس. ده كده حيز الكنيسه، هي ده مربع الكنيسه، الهيكل قدام وهتلاقي فيه الخوارس، هتلاقي صف العمدان اللي شايله ايه الكنيسه موجود. المنطقه اللي في النص هنا واضح ان هي كانت ملحقه بالكنيسه، ما هياش لسه الالي لكن دي نقدر نعتبرها منطقه خدمات للكنيسه، ممكن تكون مضيفه صغيره، ممكن تكون منطقه استقبال للضيوف. بس في منظر كده زي باب كده صغير، الباب الصغير ده بيطلع على ممر
الممر ده بيربط الباب، بوابة الدير بيربطه بالكنيسة في الممر الصغير. اعتقد الممر ده كان مستخدم في حالة الهجوم على الدير او حاجة. ممكن يكون كده، وممكن يكون الممر ده مجرد ان هو مستخدم لكل الضيوف يخشوا، اول ما يخشوا على الكنيسة على طول. بالتالي هو ده المدخل الرئيسي. المنطقة اللي ورا دي هي منطقة الهلالي. في منطقة الألالي كل ما كانت الأرضية واطية كل ده ما يؤكد إن دي منطقة قديمة. عندنا هنا مثلا هتلاقي في منطقة ألالي من القرن الرابع والخامس، هتلاقي في منطقة ألالي من القرن التاسع والعاشر، هتلاقي في منطقة ألالي من القرون بعد كده. كل ما كانت الزمن بيعدي كل ما أرضية الألالي بتعلى. واضح إن هم كان لما حاجة بتتهد كانوا بيردموا ويسووها ويبنوا مكانها ألالي تانية. هو واضح كلام قدس أبونا مقار، لأن الجزء دوت معمول بالطوب الحجري تمام أو الحجر، والجزء ده معمول بالطوب اللبن. فبالتالي لو قربنا شوية إمكانيات بتقل مع الزمن. وهنا مستوى منخفض وهنا مستوى مرتفع. بس في واضح كده إن في رسومات هنا يا أبونا. الرسومات مش واضحة قوي، لكن واضح إن في ألوان على الحيطة. ما نقدرش نقول رسومات لكن نقدر نقول الوان على الحيطه. طب نقرب من بركه الناحيه الثانيه. لان انا اعتقد الجزء اللي احنا ماشيين عليه حتى هو جزء برضه من الحاجات اللي بتتكلم فيه. لما انت بتشوف، لان هنا في الجزء اللي احنا ماشيين عليه ده صخر برضه او حجر من تبع الدير. لا، الجزء اللي احنا ماشيين عليه ده بقيه السور، مربع السور بتاع الدير الاساسي. وفي بير هنا برضه يا ابونا زي البير اللي قابلنا في اول الليل. ده في بير وفي سور ورا هنا كمان بتاع الالالي. تعالى معايا ثانيه واحده. هنا بقى هتشوف قلاية، يعني تقسيمتها واضحة جدا. باب القلاية بيبتدي من هنا. في أوضة بتبقى أولانية، والأوضة الأولانية دي بتبقى زي مضيفة ممكن يستقبل فيها الراهب أي حد جاي بيزوره. الأوضة الثانية بتبتدي من هنا، وأوضة الثانية أصغر شوية من المضيفة بيسموها المحبسة، دي اللي هو بيقعد فيها بياكل فيها بيصلي فيها بيقرا فيها الكتاب المقدس. واضح طبعا ان هنا في زي طاقه في الحيطه، الطاقه اللي في الحيطه دي بيحط فيها كتب وبيحط فيها الانجيل، ممكن بيحط فيها المسرجه الصغيره اللي بتنور له طول الليل. هو ده التقسيمه العاديه اللي ما زالت موجوده لحد دلوقتي في الرهبنه، ان القلايه عباره عن جزئين، مضيفه ومحبسه. اتفضلوا. برضو قلاية تانية هنلاقي بابها من الناحية دي، بتخش على القلاية وهنا في المضيفة، وجوه هتلاقي المحبسة، وهتلاقي برضو الطاقة اللي موجودة في في الحيطة واضحة لحد دلوقتي. نعتبر أول تسجيل ينزل على النت اكتشاف دير البراموس القديم اللي هو كان فيه جسد الأنباموس الأسود، فده يعتبر أول فيديو ينزل على النت خاص بتسجيل الدير دوت. هنا الكنيسه، ويمكن المنظر هنا اوضح شويه. برضو بنشوف المسبح قدامه الشرقيه بتاعته، وبعدين بنشوف باب الهيكل، وبعدين الناحيه الثانيه بنشوف الخوارز، وبنشوف صف العمدان يمين وشمال اللي هي كانت قايمه عليه الكنيسه. الجزء ده يا ابونا الجزء الاخراني ده المغطس، اللي هو عامل زي اللحام بتاع الكنيسه الرجلين اللي بنلاقيه عندنا في الكنيسه بتاعتنا الصغيره، بس اللي عندنا صغير شويه، هنا المغطس كبير عندهم كده. كانت رجلين كبير. هنلاقي جنب الكنيسه اوض، وده طبعا ان هي كانت اوض خدمات للكنيسه، ممكن كان يحط فيها الكتب يحط فيها الشمع، بتبقى حوالين الكنيسه من اليمين والشمال.
هنا في وضوح اكتر لمكان الهيكل. هنا مكان الهيكل اهو، وقدامه فرس الشمامسه، وبعدين فرس الشعب اهو، وصفين العمدان لسه واقفين لحد. في باب جانبي هنا كان اعتقد دوت ده الباب اللي احنا قلنا على الاوض الناحيه الثانيه بتاعت المضيفه ممكن. وده برضو الباب اللي هنا ده اللي هو السرداب اللي بيوصل اول الدير. اللي بيوصل اول الدير. ارضيه الكنيسه دي من القرن التاسع او العاشر. فبالتالي بنتوقع ان في كنيسه اقدم، سواء كانت عندنا في الدير الاثري بتاعنا او في الدير ده اللي هي الكنيسه اللي بناها ابو مار. دي اللي موجوده تحت الارض. لسه بيدوروا عليها. طيب هو هوجر انت الدير ده عندها قلت لك معلومه عن الموضوع؟ طيب ممكن نكمل مع بعض بقى بقية ناخد بقى بقية اللفة. اتفضلوا. واضح طبعا ان ده ممكن يكون فرن بسلاح هو قريب الكنيسة بتاع القربان بتاعه لسه لحد دلوقتي باين. هنا في مسبح تاني وواضح ان ارضية المسبح ده اعلى من ارضية الكنيسة والمسبح الاولاني، فبالتالي اجدد. واضح ان الكنيسة دي او المسبح ده اتبنى اجدد من الكنيسة الاصلية اللي هي مبنية جنبيها، فده واضح ان فيه تطور في البنى على مر السنين وعلى مر الايام. نرجع تاني لباب الدير الاصلي والمنطقة الاولانية اللي هي عادة في اي دير بتبقى منطقة ضيافة قبل ما يخشوا على الكنيسة. تمام. وده دير ده برضه يا ابونا ممكن يكون دير، هي واضح طبعا ان هو ايه مبني بطريقة يعني ايه يعني منتظمة قوي ومدقيقة جدا. طب ابونا المادة اللي كانت بتستخدم زمان للتجميع ما بين الحجيرة او طوب بعضها اللي هي دلوقتي مستخدمة زي الاسمنت مثلا؟ لا بيستخدموا حاجة اسمها المونة الثلاثية، ودي اعتقد انها كانت بتبقى خلطة من كذا حاجة علشان يمسكوا بيها الطوب. لكن احنا دايما بيهمنا في اثار نوعية الطوب، لما بيبقى الطوب واضح ان هو حجر كبير وابيض يبقى معنى كده ان كانت امكانياتهم الماديه تقدر تجيب وتقدر تنقل الطوب من مكان لمكان. لما بنلاقيهم بيستخدموا كسر الطوب وبيستخدموا حتت صغيره، فواضح ان هم بيستخدموا مكان حاجه اتهدت بيستخدموا الطوب المكسر وبيعيدوا بيه البناء. واضح ان كانت امكانياتهم في عصور معينه ما كانتش تقدر ان هي تجيب او تنقل طوب من مكان بعيد. تمام. انا عايز اقول نقطه مهمه اهو في الاخر، ان دير انبا موسى الاثري هو دير جزء من دير البراموس، والرهبان بتوعه يوم ما حصل مشكله في هذا الدير وحسوا ان هو خلاص ابتدى عددهم يقل كلهم نقلوا للدير الثاني. التجمع الرهباني واحد في المنطقه كلها، سواء كانت هنا او المنطقه اللي على بعد مثلا 10 كيلو حوالين الدير، كان كل المنطقه دي مليانه بالرهبان، مليانه بالالالي، مليانه بالمغاير. عايز اقول ان الرهبنه حيه في قرون طويله وعصور طويله، مرت على ظروف صعبه ماديا ومرت على ظروف صعبه اضطهاديا، لكن لسه عايشه وحتناها عايشه الى حين مجيء المسيح. ولالهنا المجد دائما ابديا امين. مش اكتر من هدوس على زرار. ما انت قلت من هنا خلاص.